تتابعون في نشرتنا بعد الفاصل. نيجير فان بارزاني والحكيم يتفقان على حل المآخذ بشأن الانتخابات وفقا للدستور، وحكومة كردستان ترحب بالعودة الطوعية للمهاجرين من بيلاروسيا، وبغداد تسير رحلة استثنائية. والبرهان يؤكد عدم رغبة المكون العسكري لاستمرار في السلطة، وخطوات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين قد بدأت بالفعل. والإبل في الصومال مصدر للغذاء وعلامة للرفعة وسبب للازدهار، ووقف لإطلاق النار بعد معارك بين أذربيجان وأرمينيا، والأخيرة تتكبد خسائر بشرية وعسكرية. ومجلس الشيوخ التشيلي يصوت ضد عزل الرئيس بينييرا، والفيضانات توقف خدمات القطارات بأكبر الموانئ الكندية.